مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم نهار جديد. ربنا يجعل نهار حضراتكم نهار سعيد مليء بالصحه والتفاؤل والامل. بما ان المرحله دي مرحله صعبه، عارفه انها فيها ارتفاع شديد في الاسعار ايا كانت الاسباب، خلينا نقول انه الازمه العالميه اللي ما بين روسيا واوكرانيا كانت سبب كبير جدا، ومن قبلها كانت جائحه كورونا، وبعدين كمان التغيرات المناخيه والزلازل والمؤثرات الطبيعيه كان ليها دور كبير. بس مش هننكر برضو اللي حاسس بيه المواطن المصري، كل فئات الشعب حقيقي متاثره، سواء من الطبقه الفقيره، الطبقه المتوسطه، وتحديدا كمان محدودي الدخل، دول بيكون ليهم مسميات خاصه جدا جدا وتعزيز ودعم خاص من الحكومه. اما الطبقه المتوسطه والطبقه الاعلى شويه فبرضو الطبقه دي تاثرت بشكل كبير. ما تيجي تتكلم مع كل الناس يقولك فعلا في انين من الاسعار، وفعلا دلوقتي لما بتنزل السوبر ماركت وتشتري حاجات بسيطه جدا بتلاقي ان انت اتكلفت كتير. انا مش هقول لحضراتكم ان احنا نقاطع، لان في بعض السلع ما ينفعش المقاطعه فيها وانها سلع اساسيه، ولكن ما نقدرش نقول انه سياسه الاستغناء جابت تاثير كبير جدا جدا في كتير من الدول زي الصين واليابان وغيره. لما الناس كان ليها موقف واضح في المقاطعة السلع ابتدت تبوظ والتجار فعلا اتأثروا، فقال لك لا أنا يعني أكسب مكسب بسيط جدا لكن الحاجة ما تبوظش عندي. بما ان احنا مش هنقدر نعمل كده دلوقتي وان احنا كمان داخلين على شهر رمضان، فخلينا استهلاكنا انا عارفة ان هو محدود على قد ما يعني ما نقدر. كمان رجعت الحلقات زراعة الأسطح، الحاجات اللي احنا بنعملها في بيوتنا وسواء في البلكونات او في الاسطح صدقوني دي ممكن توفر كتير جدا. في حلقات عندنا على قناة مصر الزراعية على الصفحة الرسمية الخاصة بينا على اليوتيوب فيها كلام كتير جدا عن زراعة الاسطح، واللي ما عندوش خلفية خالص ممكن يقدر يدخل ويتفرج على الحلقات دي. بأبسط الاشياء والمكونات ممكن ست البيت تزرع كتير من الخضروات اللي ممكن تستهلكها في البيت، ومن ناحية الاقتصادية هتوفري، ومن ناحية كمان الغذائية هتأمني، لأنك هتبقي عارفة أن أنت زرع الزرع ده بشكل أورجانيك، مفهوش أي كيماويات، مفهوش أي مبيدات، وصدقيني بتكلفة بسيطة جدا جدا. ابتدي على أقل من دلوقتي لحد رمضان، نص رمضان، خلي ده سلوك عندك دايما في البيت. هتقولي لي أصل أنا مش عارفة، أصل أنا ما عنديش مكان. ممكن لو بأبسط الأشياء، ده في ناس بتعمل الأنابيب من زجاجات البلاستيك، وطبعا التسميد والكلام ده كل ده هتلاقيه عندنا. ممكن تزرعي فلفل بالالوان، فلفل اخضر، ممكن تزرعي طماطم، في حاجات كتير قوي ممكن تزرعيها، بصل كمان، طبعا كل النباتات الطبيه والعطريه اللي بتستخدميها ممكن تزرعيها داخل بيتك، بالاضافه الى المظهر الجمالي الحلو اللي انا دايما بنادي بيه، لانه الاسطح واحنا بنشوفها من فوق الشكل مختلف تماما لما يكون لونها الاخضر، هو ده اللون العام والسائد في كل بيوت مصر. وطبعا ويا بخت الساده المزارعين ان هم بياكلوا وبيحصدوا من زرعه ايديهم. خلي الثقافه دي ثقافه عامه، او منها نوفر ومنها نامن، ونساعد كده ونزق دنيتنا عشان نقدر نمشي اليومين، يعني الحمد لله على كل حال هم يومين صعبين على كل الناس، ولكن ان شاء الله اللي جاي احسن. فانا حبيت افكر نفسي وافكر حضراتكم بموضوع زراعه الاسطح قد ايه فعلا هيكون مفيد وهيكون لونه جميل ومريح للعين. ربنا يا رب يرزقكم من حيث لا تحتسبوا، وصباحكم جميل جديد في نهاركم نهار جديد.